مطعم الصماد الوجبات السريعه تحت امرك يا فندم. الو عندكم عشاء؟ ايه وش هذا؟ عندكم عشاء؟ قاعد اقول لك عندكم عشاء؟ اكيد في عشاء طبعا يا فندم، حضرتك ده مطعم مش عياده دكتور اسنان. الله الله لا يهينك، ابي اطلب اكل، ابي نفرين مثلوثه مع جريش، وكثر الجريش يا ابو علي، واحد حمضيات عائله. متى يخلص؟ 10 دقائق بكثير. الو مرحبا، مطعم الصماد؟ تحت امرك يا فندم. اخي الله يرضى عليك، بدي اطلب طلبيه وبدي اياها على السريع تكون حاضره عندي، لانه اجت لعندي حماتي الطبغم. ما تقلقيش يا فندم، 3 دقائق بكثير. ايوه السلام عليكم خويا الزين، وجدي 67 ساندويتش مطلوع فريت اومليت، وكثر لي الحار والمايونيز، وصير طول مايونيز، نموت على المايونيز يا محايني، ودير لي 114 بيتزا خويا، وزيفتهم لي على هذه الادريس. حزيفتهم لك، حاضر اوكي. ميرسي بوكو. تحت امرك يا فندم. الو مدعم السماد؟ يا عمك داير ليه ملاحقتك عليا بيروك؟ استقل يا معلم، جيب الطلبات دي سريع بالله، انا راجيك في البيت، وجيب لاي معاك كونغوليز، وقلل السكر، سريع عليك الله. حاضر. يلا اقطع وشك. أمرك يا فندم؟ تاوب مع فرايز بابا غنوج افيك زي زيتون، اذا عندكم كب مع رايز بيكون كتير منيح. وهيك حاضر يا فندم. وهيك اوكي يا فندم، الساعة 4 الفجر دلوقتي، بس حوصلك الطلبات بنفسي عشان الصماد عنده اسرع دليفري في المنطقة. نفسك هفاك على أكلة غريبة وفاكر نفسك ساكن بعيد؟ ما تقلقش، دلوقتي تقدر تطلب اللي نفسك فيه من أي مكان يخطر لك على بال، اتصل بينا وحنوصلك بأي طريقة. مطعم الصماد بيقرب المسافات.